الطلبة الأعزاء، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من الفصل الثاني اللود كيرف منحنى الحمل. بعد أن تعرفنا بالمحاضرة الأولى على تعريف منحنى الحمل والعوامل الفاكتورز اللي تساعدني على معرفة اللود نيتشر، طبيعة الحمل، اليوم ناخذ مثال عملي رياضي على كيفية حسابات هذه العوامل الفاكتورات. المثال موجود بالملف البي دي اف اللي منزله لكم مع المحاضرة السابقة. Example: A generation station of 1 megawatt supplied a region which has the following demands. عندي محطة توليد الاستيعاب مالتها 1 ميجاوات تجهز منطقة، هذه المنطقة ترتيب الأحمال مالتها بهذا الشكل. طبعا احنا عرفنا منحنى الحمل يتكون من X و Y، ال Y راح يمثل مستويات القدرة المستهلكة المطلوبة من الحمل، وال X هو مدة زمنية، فترة period، إما تكون بالساعات بالأيام بالأشهر حسب. هنا عندي بالساعات، فأشوف أنه from to أول عمودين من الجدول ينطيني فترات حدود لفترة زمنية اللي هي من midnight إلى 5 AM، يعني من 12 منتصف الليل أو AM إلى 5 AM، إلى 5 صباحا. العمود الثالث راح يمثل مستوى القدرة المستهلك بالفترة هذه اللي هي من 12 من ميدنايت إلى 5، من ميدنايت إلى 5 راح يكون مستوى القدرة المستهلك هو 100 كيلو وات. الفترة الثانية من 5 AM إلى 6 PM، من 5 صباحا إلى 6 مساء، نو لود، ما عندي استهلاك، نو لود يعني الاستهلاك صفر. من 6 PM إلى 7 PM الاستهلاك 100، ومن 7 PM إلى 9 PM يعني من 7 مساء إلى 9 مساء راح يكون الاستهلاك 900 كيلو واط. نرجع من 9 PM إلى ميدنايت، نهاية الفترة اللي هي بديناها بالميدنايت فتنتهي بالميدنايت، راح تكون 400 كيلو واط. ملاحظة منطيني neglect transmission line losses to find the following، اهمل الخسائر الحاصلة اللوسز اللي عندي خطوط النقل. أول مطلب هو plot the daily load curve and load duration curve، يريد منحنى الحمل. find the load factor، the reserve capacity، plant capacity factor، plant use factor، the hours that the plant has been off and utilization factor. هذا اللي مطلوب مني حسابه. هسه اجي للفتره مالتي اشوف انا شلون راح اقدر ارسم منحنى الحمل مالتي. اول ما ابدي ارسم منحنى الحمل أرسم الـ X والـ Y، الـ X اللي يمثل الفترة الزمنية والـ Y اللي يمثل مستويات القدرة. أبدي أدرج على الـ X والـ Y الفترات مالتي ومستويات القدرة على حسب ما عندي بالسؤال. شلون يعني على حسب ما عندي بالسؤال؟ يعني أنا عندي القدرة بادية من 100 إلى 900 كيلو واط، فممكن أقسم الـ Y إلى 100 100 100 وصولا إلى 900 أو الألف، ممكن أوصل للألف لحد أعلى. المهم حتى يبدي أرتب الرسم مالتي حسب ما منطيني بالسؤال. أكو قيم لا مثلا ما يبدي من 500 كيلو قطفة ما فوق، فماكو داعي أرسم 100 وال200 وال300 وال400، مثلا أبدي من 400 أو أبدي من 500 مباشرة وأحسب أو أرسم التدريجات مالتي. أما بالنسبة للـ X اللي هو مثل ساعات، فترة الساعات، فراح يكون راح أقسم أنا سؤالي كل ساعتين.
لأن إذا أقسم 24 وحدة بالورقة شو يصير صعب، راح أقسم 0 2 4 وصولا إلى 18 20 22 24. طبعا ال 18 تمثل 6 بي ام وال 20 تمثل 8 بي ام إلى آخره. الفترة الأولى عندي اللي هي قيمتها 100 كيلو واط، أبدأ أرسمها، أروح إلى ال 100 كيلو واط، من ال 100 كيلو واط واشوف ايش قد المده الزمنيه مالتها اللي هي من ميد نايت، ميد نايت يعني صفر ساعه صفر او 12، ابدي من ميد نايت الى ان وين منتهيه بيا ساعه، منتهيه بال 5 اي ام اللي هي هنا 5 اي ام، بديت رسمتها من ال 100 الى 5 اي ام، هذه تقريبا بال 5 اي ام. زين، أروح للفترة الثانية. الفترة الثانية هي عندي شنو؟ هي عندي نو لود من الخمسة أي أم إلى ستة بي أم، هي نو لود يعني صفر، يعني ورا المية لازم أنزل وين؟ أنزل للصفر، يعني عندي نو لود نزلت إلى الصفر. لمن تستمر النو لود؟ يستمر وصولا إلى ستة بي أم، ستة بي أم يستمر صفر عندي نو لود. زين، من ال 6 بي ام قد راح يكون عندي الباور الديماند المستهلك؟ راح يكون عندي 800 حسب ما معطي بالسؤال. اذا ابدي من 6 اصعد الى 800، من 6 الى اي ساعه راح يكون عندي مستوى الحمل 800 كيلو واط؟ راح يكون ساعه واحده من 6 بي ام الى 7 بي ام، يعني من 18 الى 19 فقط راح يكون عندي 800 كيلو واط، وراها المستوى الثاني من قدره 900 كيلو واط اللي هو من ساعه 7 بي ام ولغايه 9 بي ام، رسمت مستوى 900. بعدها الفتره الاخيره ايش قد المستوى مالتها عندي؟ امين اتجه اليه، راح يكون المستوى مالتها 400. إذا أنزل إلى مستوى ال 400 وأكمل قد يحتاج ال 400، قد كانت فترة تحتاج وقت كانت عندي إلى ميد نايت، وأرجع أغلق المنحنى مالتي. هاي طريقة رسم منحنى الحمل. بعد أن رسمته هيجي أبدأ أحسب الفاكتورز مالتي. طبعا هذه الخطوط المؤقتة الزرق يعني ما مطلوب أن ترسموها، لكن هي بس لتوضيح مستويات القدر، لأن هذا صار رسم بعيد عن مستويات عن الواي اللي هو يمثل القدرة، فحتى التوضيح أنه هاي 800 وهذه 900 وهذه 400 اللي هنا واصلة. أرجع للسؤال مالتي إنه هو قال لي اعمل الخسائر، إذا بي generated يساوي بي لود، قدرة المتولد تساوي قدرة الحمل. الـ installed capacity مالتي 1 ميجا واط 1000 كيلو واط، الماكس لود أو الماكس ديماند يساوي جيد، يعني الماكس ديماند والماكس لود هو أعلى ما يمكن اللي هو عندي بهذا السؤال 900 كيلو واط. الرسم مرسوم عندكم بالمحاضرة بس بالباوربوينت أوضح. احنا رسمنا هنا اللود كيرف، هو طالب السؤال لود ديوريشن كيرف، ما يفرق عنه شيء، اللود ديوريشن مجرد انه يترتب من اعلى حمل الى الاقل الى الاقل الى الاقل وهكذا، يعني او اعلى حمل من هو الماكس عندي اللي هو 900 قد الفترة مالته هي ساعتين أو ثلاثة أو كذا، وراء المستوى الثاني الحمل 800 أرسم قدر المدة مالته إلى آخره إلى 400% إلى نو لود، هذا اسمه اللود ديوريشن كيرف. هسه الأفرج لود،
العامل المهم جدا اللي هو الافرج لود. الافرج لود واللي يساوي الكيلو وات اور. الكيلو وات اور احنا نشوف هنا ايش عندي. الارتفاع هذا شيء يمثل كيلو وات، لان هذه 100 الى 900 كيلو وات. والاكس شيء يمثل الساعات الاورز. اذا الكيلو وات اور استنتجه من خلال هذا الكيرف مالتي، شلون احسبه؟ هو كيلو وات في اور، يعني كيلو وات اللي هو الارتفاع في اور اللي هو العرض، طول في عرض. اذا هو عباره عن المساحه الموجوده تحت الكيرف، المساحات اللي موجوده تحت الكيرف، يعني مساحه هذا الجزء زائد مساحه هذا الجزء اللي هنا كله. اذا الانرجي كونسيومد، الطاقه المستهلكه، تمثل المساحات اللي تحت اللود كيرف. لذلك بعض القوانين، بعض المصادر ما تكتب energy consumed، بعضها تكتب area under the load curve، المساحة اللي تحت اللود كيرف وتساوي كيلو وات اور، لأن هي المساحة طول في عرض. أنا عندي الطول هو ساعات والعرض هو الكيلو وات. إذا كيلو وات اور هو المساحة تحت اللود كيرف على عدد الساعات مالت المنحنى كامل اللي هي عندي 24 ساعة. وشون أبدي أحسب المساحة؟ أول شيء هذا إيش قد؟ طول في عرض عادي مساحة مستطيل من 0 إلى 5، 5 يعني في إيش قد الكيلو وات؟ في 100، إذا 5 في 100 هاي أول مساحة، زائد من 18 ساعة 18 إلى 19، يعني ساعة واحدة، يعني واحد في الارتفاع إيش قد مالتي هنا 800، واحد في 800 زائد 900 في ساعات زائد 400 في ساعات وهكذا. 5 في 100 زائد 13 في 0. ليه 0؟ لان عندي نو لود، 13 ساعه نو لود، 0 الكيلو وات مالتها. زائد 1 في 800 زائد 2 في 900 زائد 3 في 400 تقسيم المنحنى مالتي ديلي لود كيرف، منحنى حمل يومي، اذا 24. فراح احصل افرج لود يساوي 4300 كيلو وات اور تقسيم 24 اور، ويساوي 179.16 كيلو وات. كيلو وات لانه اور تختصر معه الى 24. اللود فاكتور، اللود فاكتور قانونه انه افرج لود تقسيم الماكس لود. فالافرج لود مالتي انا حسبت 179.16 تقسيم 900 كيلو وات، ويساوي 0.199 يعني 19.9%. الريسيرف كاباسيتي، الريسيرف كاباسيتي ان هي الانستولد كاباسيتي مال باور ستيشن ناقص الماكس ديماند. الانستولد كاباسيتي 1 ميجا واط، اي بما معناه تساوي 1000 كيلو واط. الماكس ديماند مالته 900، اذا 1000 ناقص 900 يساوي 100 كيلو واط، هي القدره الراجعه او الاحتياطيه. Plant capacity factor، Plant capacity factor الـ average load أو الـ average demand تقسيم الـ installed capacity. يعني الـ average demand أنا حسبته، لا تنتبهون كلش مهم لأنه هو قوانين يعتمد على الـ average demand. حسبته اللي هو 179.16 تقسيم installed capacity، القدرة التصميمية مالت المحطة اللي هي 1000 كيلو وات، ويساوي عندي 0.179 ويساوي 17.91%. البلانت يوز فاكتور، البلانت يوز فاكتور اللي هو الاكتوال انرجي بروديوست ان كيلو وات اور، احنا هاي حسبناها اصلا من هذه شنو يعني، اللي هي نفسها قلنا اريا اندر لود كيرف، المساحه تحت اللود كيرف. ممكن يسموها بعض الأحيان energy consumed، energy produced by power station، المهم اللي هي الانرجي اللي بالكيلو وات اور. تقسيم، انتبهوا على هذا البلانت يوز فاكتور، تقسيم البلانت كاباسيتي قدرة المحطة
في عدد ساعات التشغيل، number of hours، في عدد ساعات التشغيل اللي اشتغلت بها المحطة وجهزت الحمل. الآن عندي 13 ساعة المحطة مجهزة صفر نو لود، عندي 13 ساعة الحمل طافي ما مستهلك شيء. إذا هاي ال 13 ما راح أحسبها بهذا القانون، ما راح تدخل بس الساعات بها تجهيز حقيقي للحمل، فراح يكون هذه حسبتها الالكترود انرجي اللي هي 4300 كيلو وات اور تقسيم بلانت كاباسيتي الف قدرة المحطة في 11 ساعة، 11 ساعة بها تجهيز حقيقي، فراح يكون البلانت يوز فاكتور 0.39 يعني 39%. هنا اكو امثله اخرى محلوله، يا ريت لو تقراها طلاب حتى ناخذ عمليه جمع اللود كير، يعني اذا كان عندي اكثر من حمل مجهز فلازم اجمع هذه الاحمال بيناتها، اكو طريقه لجمع الاحمال. المثال هذا ما راح تحتاجون به اللود كيرف حل مباشر عن طريق الفاكتورز. أتمنى أن تراجعون هذا المثال حتى ننتقل للموضوع القادم اللي هو جمع اللود فاكتورز في حالة، أو اللود كيرز عفوا في حالة عندي أكثر من حمل اثنين احمال او ثلاثه وكل واحد له لود كيرف خاص بي. شكرا جزيلا لحضراتكم، لا تنسون تسجلون حضوركم باستمارة تسجيل الحضور.